اللي كيتعلق الامر بتكريم. اولا تكريم صديق، في نفس الوقت تكريم اطار تربوي اداري، وتكريم كذلك استاذ حتى هو عنده تجربه كبيره في التدريس. اولا باسم المديريه الاقليميه والسيده المديره اللي كتعتذر لك لانه في اطار التزام خاص، وكتبلغ لك التحيه والتقدير، وكتمنى لك بدايه حياه جديده فيها شويه ديال الراحه وشويه ديال الاخر. ولكن اللي بغيت نقول ان السي محمد تقلاوتي انا اعرفه اكثر من 20 سنه، ومن بين طبعا جميع المديرين جميع الاطر الاداريه اللي عندنا في الاقليم نحييهم ونقدرهم على الاعمال اليوميه اللي كيقدموها، خاصه ان العمل الاداري صعيب بزاف، ما يعرفوه غير اللي كيمارسوا. سي محمد تقناوتي من المديرين اللي دائما بشوش، راه كتشوفوا فيه بشوش دائما انيق، يعني الهندام ما كاين حتى شي واحد يقدر عليه يلاحظ عليه عن الهندام. كذلك المؤسسات فين اشتغل، ماشي غير في مكوار، في جميع المؤسسات اللي اشتغل فيها عرفت الانضباط وعرفت تقدير المسؤوليه، وكذلك كانت تعرف نتائج جد جد ايجابيه على مستوى الامتحانات جميع المستويات وخاصة الإشهادية، وكذلك على مستوى الأنشطة الموازية. وبالتالي الناس محمد تقناوتي يختزلوا مدير ناجح، مدير يعطي للحياة المدرسية واحد الدينامية كبيرة. بهذه المناسبة كنحييه وباسم جميع الأطر المصالح السيدة المديرة نحييه ونتمنى له حياة مليئة بالرفاهية، مليئة بالصحة وطول العمر، ونتمنى لك مشوارا آخر بعد الآخر. شكرا لكم جميعا.